يعني شهر رمضان شهر مبارك، نحن بننتظره يعني بكل عام. هو شهر المحبة والألفة واللمة الحلوة واجتماع العائلات مع بعض البعض. يعني أنا بجي مثلا من المدرسة بدي بلش تحضير دروس، فأنا جوعان تعبان قبل يوم مثلا سهران، فالمدرس بده يصبر أنه على هذا الأمر لحتى يحضر الدروس، لحتى يكتب، لحتى ما يقصر بعمله مع الطلاب. أن الطلاب أني أماني وأنت هذا عملك يعني أماني، بدك تصبر لحتى تحسن تكمل بشهر رمضان. بحضر الدروس، برد على الطلاب. مثلا في كثير تجيني رسائل، بتجيني اسئله من الطلاب بماده اللغه العربي، فبجاوب انا الطلاب عن هالاسئله هاي والاستفسارات. وظيفه الحال كمان صحيحه ما شاء الله، وبستغلها كمان بالعباده، بالعباده قراءه القران. مثلا بجلس مع اولادي اذا عندهم وظائف بساعدهم، بتسمع لهم، حفظهم لحتى يعني يحين الوقت وقت الاذان. هلا الطلاب في قسم برمضان يعني بيزداد علم وبيزداد حب، يعني بتلاقي برمضان هذا الطالب صار يدرس أكثر، يعني بيزداد التزامه، بيزداد عنده أخلاقه بتتحسن برمضان عن قبل رمضان. صراحة أنا بليالي رمضان بشتغل أكثر من باقي الليالي بكثير يعني، وأكثر من نهار، لأن أنا سهران برمضان، فبحط الدروس، برد على الطلاب. بعد رمضان يعني انت بتحس انه الامر اختلف 100 درجة. يعني انا العمل اللي كنت انا عم ببذل فيه جهد كبير صار ابسط، يعني صار اسهل. ممكن انا مثلا بعد رمضان اعطي 6 دروس ما اتعب ابدا ابدا، ممكن اعطي اكثر للطالب، فيده اكثر ما كنت فيه قبل رمضان. الطالب هو أماني، وهذا الطالب إذا أنا قصرت معه ممكن يرسب، ممكن يتراجع بدراسته، ففضل مصلحته على مصلحتي. نأمل أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم. للاستفسار عن أي فكرة أو معلومة تواصلوا معنا. نتمنى لكم النجاح والتوفيق الدائم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.